التقيت بيه كتير وعرفت قد ايه هو صارم ودقيق وضد الاستسهال وضد التسيب وضد الاهمال. فالعلم عنده مسألة يعني ينبغي أن تؤخذ بمنتهى الجدية، ولكن العلم لا معنى له إلا إذا أدى بالإنسان إلى الحرية. في الجزائر حكوا لي الطلبة اللي هو كان بيدرس لهم ده، إنه كان بيدرس لهم علم الاجتماع، فكان بيديهم النظريات الاجتماعية الكبرى، ماركسية، دوركايم، بارسونز، ماكس فيبر، في تحليل الواقع الاجتماعي، لأن كل فيلسوف من دول لهم منظار هو الواقع الاجتماعي واحد، لكن كل فيلسوف بيبقى عنده مقولات من خلالها بيصنف الناس ويبدأ يحط لهم معايير علمية. فعلمهم النظريات دي وقال لهم طب تعالوا نطبق ده بقى على الواقع العربي بتاعنا، وإداهم مجموعات من الناس العاطلين عن العمل، اللي بيشتغلوا شغل موسمي، اللي بيشتغلوا أعمال هامشية في محطات القطر أو في الميادين. وهنا كل ما تيجي نظريه يطبقوها اللي هي مش منطبقه بالظبط. فقال لهم اذا يعني النظريات اللي احنا بنتعلمها دي لا تصلح لتحليل الواقع اللي احنا عايشين فيه. فانا هقول لكم كلمه بنقولها عندنا في مصر كتير اسمها الواغش. حاولوا تاخدوا المقوله دي وتعملوا لها تفصيل علمي في توصيف المجتمع العربي. وبدا كل واحد يبحث في كلمه الواغش لغويا. والواغش باعتباره انه مجموعه من الناس سهل التلاعب بيها، هي ناس بتتحرك من اجل الشيء ومن اجل نقيضه في نفس الوقت، هي ناس عاده بتسعى للمطلب القريب ولا تفهم معنى النضال على المستوى البعيد، يعني ممكن يصوروا من اجل منحه لكن ما يفهموش يعني ايه تامين صحي. فكل دي سمات حطها الطلبه بتوجيه من استاذ سعد زهران لمفاهيم لدراسه الواقع العربي. طبعا ده نموذج على يعني كيفيه ازاي الاستاذ يقدر يصنع طالب حر ومؤسس جيدا من الناحيه العلميه وجريء. فهو اولا ينبغي ان يكون متاسس جيدا، ثانيا ان يتحرر من اثر النظريه، ثالثا ان يجرؤ على التحليل والتنظير، ورابعا ان يطمح الى الحريه. وشكرا.